صباح الخير، صباح النور، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية أحبابي. نهاركم مبروك، صباحكم مبروك، صباح جديد، أمل جديد، كما سنقول لكم ديما فرصة جديدة للحياة. اغتنموها أحبابي، صباح النور. الروتين، كي دايرين الروتين القاتل؟ كل شيء ولا اللي هضرتي معاه تيقول لك الروتين الروتين الروتين. هذا بغض النظر، ما نهضرش على الناس اللي تيخرجوا وتيفوجوا مع راساتهم وتيجيو حتى هما تيدمروا بطريقتهم. ما حتىش الانسان حتى شي حاجه ما كترضيه. انا تنقولها لكم معاوده، ديرها في بالك، حتى شي حاجه ما كترضي الانسان. الانسان ما حدو تيكون فيه الجوع، ملي كتقول له بغيت تاكل كيبقى يتشهى ويقول لك اللي درتي هو هذاك وهادي وكنا ناكل هادي. إين فوتي ياكل صافي تيولي يدمر، تيقول لك واه ضرني الحال، كليت بزاف، كون نقيت باش نهضم، تعطيه باش يهضم، او ضرني المصرعه، ضرني كذا. الانسان دائما يتدمر. حنا دايرين هكا سبحان الله. اش غادي نديرو؟ ما عندنا ما نديرو. روتين روتين قاتل، لا ما عرفتيش تساير راسك معاه. سورتو الناس اللي عندهم اوضاع يعني ما تيخدموش، الناس اللي عندهم الفراغ بزاف في حياتهم، الناس اللي ما عندهمش مع الناس اون جينيرال. يعني هذه قصه شويه دايره صعيبه، غنهضروا عليها في واحد الفيديو ان شاء الله قريبا. وعلاش لا، صباح النور، صباح الخير، ان شاء الله الله يسوق لكم كل خير. شي قهوه، شي اتاي، شنو بغيتوا؟ انا ديما نعرض عليكم ونضيفكم، وان شاء الله علاش لا ندير شي لايف في شي صباح الخير ان شاء الله من ديال ايطاليا، ونشارككم معايا كيفاش كيدوز نهاري في الصباح باذن الله. هذه تحيه لكم كاملين احبابي داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. صباح النور. بالمناسبه البارح حطيت واحد السؤال، قلت لهم اشنو الموضوع اللي تبغوني نهضر عليه في صباحيات ديال غدا باذن الله. كان واحد التعليق ديال واحد الحبيبه ديالي الله يحفظها، من هذا المنبر تحيه ليك فاطمه الزهراء، قالت لي هضري لينا على التكرار والضغوط، التكرار ديال الاغلاط والتجارب اللي كنديرو والضغوط النفسيه اللي كنوركو على روسنا حنايا مره وجوج وثلاثه، وربما كاين ما كيستافدش من الدرس داز فيه في حياته مره الاولى، وكيبغي يعاود يجرب كيلقى مشكل اخر لانه ما كانش ملم بالجوانب ديال هذاك الدرس اللي داز فيه. هادو حوايج ما تيمنعوش، الانسان خطا وخير الخطائين التوابون. ديما الانسان غير يكون الدعاء ديالو ديما اللهم اصرف عنا شر ما خلقت ودرأت وبرأت ولا تسق لنا إلا الخير وبعد بيننا وبين كل شر. حتى الإنسان رأى فيه شياطين الإنس وشياطين الجن، الله ينجينا من الهضرات الفاتية من اللي جبتهم، أعوذ بالله، الله ينجينا ونجيكم منهم في هذا الصباح. هذا بزاف ديال الحب لكم فيما كنتوا أحبابي، كنتمتع معكم بهذه الصباحية هذه، كنتمنى تكونوا كتقاسموني وتشاطروني الرأي بطبيعة الحال. تحية بزاف لكاع الناس اللي متتبعين الجروب ديالي ديال الكافي اللي كاين حديث بنكهة القهوة لعشاق السمراء، واللي مازال ما دخلش الجروب ديالي غتلقاو لو ليان ديالو في صندوق الوصف، يعني مباشرة تحت العنوان ديال هذه الصباحيات غتلقاو لو ديال فيسبوك ديالي، وتقدروا تجيو مرحبا بكم، دخلوا عندي راه بريفي، يكفي انكم تصيفطوا لي غير انفيتاسيون، انا ناكسبتيكم ومرحبا بكم عندي كيف العاده. ديال التكرار اللي هضرنا عليها دابا وديال الضغوط النفسيه اللي تنعيشوها، انه الانسان حاجه وحده اللي غنقولها لكم من هذا المنبر هذا، شتي كيبقى هي الاساس ديال اي حاجه في الحياه. شتي اللي ما بغيتيش راسك انت تكون انت كتبغي راسك، حيت ملي غتبغي راسك غتجاوز بزاف د الحوايج، اولها الناس، اولها المواقف، اولها الفشل، هادشي كامل غتعود يجيك عادي زيد ناقص. ولكن تبغي راسك ماشي التكبر على الناس، خليك متواضعه صاحبي يا صاحبتي. صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، كنموت عليكم انا، تبارك الله عليكم، في امان الله.